لكل اللي خس على 7 خطوات عندي ليكم مفاجأة حلوة جدا. عايزاكم تقدموا على بيج سفرة سالي، وكل شهر هنختار حد خس هيتعمل له ميك اوفر في أكبر مراكز التجميل. يلا مستنياكم عشان نعيش التجربة سوا مع ميك اوفر، عشان تكوني أحلى وأجمل وثقتك في نفسك تزيد. اهلا بيكم معايا من الفاصل، وزي ما انتوا شفتوا في مفاجأة حلوة جدا 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 لكل اللي خسوا على 7 خطوات. مش بس هتكونوا معايا عادي زي كل شهر وكل اسبوع وفي خلال السنين اللي فاتت، لا المرة دي بقى هيبقى كل شهر هنختار حد من اللي موجودين معايا اللي كانوا موجودين معايا، وهيتعملوا ميك اوفر في اكبر مركز بجد من احلى المراكز، وهنتعرف عليه النهارده لان احنا معانا النهارده الدكتوره ان قمحاوي. اهلا بيكي يا حبيبتي. اهلا بيكي. اهلا بيكي حضرتك من المركز، وهتشرحي لنا بقى ايه اللي هيتوقعوه ان شاء الله لما هتختاروا حد من اللي تقدم او كان معايا هنا في البرنامج وخس على 7 خطوات، هتختاروا منه حد هيكسب في الشهر ده وهتعملوا له ايه بقى؟ عايزين نعرف. احنا هنتكلم عموما طبعا عن الحالات اللي انت خلاص اوريدي خسستيهم، احنا عايزين نعمل لهم ميك اوفر. ميك اوفر ده احنا عايزين نخلي حياتهم احسن، ان هم يبقى عندهم ثقه في نفسهم، ان هم يبقوا مبسوطين، يبصوا في المرايه يلاقوا شعرهم حلو، يلاقوا بشرتهم حلوه، يعني بنهتم بادق التفاصيل. طيب انا ميك اوفر عندي ايه؟ انا عندي اول حاجه نتكلم من الشعر، انا عندي زراعه شعر. زراعه شعري دي طبعا مشكله بتقرق ناس كتير جدا بالذات الرجال طبعا. عندي حاجه تانية دي طفره بقى عندنا، زراعه حواجب. الستات دلوقتي مهتمين جدا، يقولك لا مش عايزه اعمل تاتو، مش عايزه اعمل اي حاجه من الحاجات دي، انا عايزه اعمل يبقى عندي شعر طبيعي، لان كل ما رحنا للحاجات الناتشرال كل ما كنا احسن طبعا. فطبعا في ناس غصب عنها بيبقى فعلا بالزبط. سقوط الشعر بسبب مثلا الحجاب او بسبب حقيقي الجينات او اي حاجه صح. بتقلل جدا في النفسيه، فبالتالي واحلى كتير جدا برضو اللي واقع عندها الحواجب طبعا. لو تتعمل بشكل طبيعي فعلا بالزبط. احسن كتير صح بالظبط. كمان عندنا انهم بيزرعوا دقن، في ناس بيبقى عندها سبوتس كده ما فيهاش شعر، فدي طبعا حاجه طفره برضو بتميز ميك اوفر عن اي حد. تمام. طبعا تحت يعني ايد دكاتره متخصصين من اكبر الدكاتره في مصر. طيب هنتكلم على حاجه تانية برضو غير الشعر، احنا عندنا البي ار بي والميدوثيرابي بتاع الشعر. نتكلم بقى شويه عن التخسيس. احنا بنتكلم عن التخسيس دلوقتي، ان احنا في ناس خست معاكي ما شاء الله نتائج هايله، بس احنا عايزين نعترف ان السمنه الكليه في سمنه موضعيه زي الارداف، الجناب، الظهر، هتلاقي كده حاجات معينه مثبته شويه، البطن برضو. طيب دي تتعالج ازاي عندنا؟ احنا عندنا جهاز مش موجود غير عندنا احنا بس في ميك اوفر، اسمه الاوندا. الاوندا ده جهاز خطير وحاجه طفره. من ناحيه ايه بقى؟ من ناحيه ان هو بيدوب الدهون، مش على قد بس ندوب الدهون، لا على قد ان انت انا مش هدوب لك الدهون واسيبك. يبقى في مثلا رهرطه، في سيلوليت، في جلد مش مشدود وواقع، لا ما انا ما اروحش في حته وابوظ الحته الثانيه. طيب بنعمل ايه؟ ده جهاز مايكروويف، في ويفز صغيره يعني مايكرو. قصته ايه بقى؟ ان انا بسترس على الاماكن ان كانت ارداف او دراعات او ايا كان، بتقنيه طبعا معينه بالشغل بتاعنا، ان احنا بنسترس عليه ويفز بيفضل شغالين. هو هاند كده، هو حاجه طبعا يعني في العياده مش بتاعت مثلا جراحه والم جراحه والكلام ده كله. لا احنا متفقين مبدئيا ان ما فيش جراحه في الموضوع، مش هيبقى في حاجه، ما فيش خوف، كل حاجه خارجيه بالظبط كده. طيب ده بيعمل ايه؟ ده بنروح على الاماكن اللي فيها سمنه موضعيه، بيفتت الدهون، اذابه الدهون. طيب لما يعني خلاص احنا عملنا الدهون سيحناها زي ما بيقولوا كده عشان ايه نبقى الناس فاهماني. طيب هنسيب الجلد مكرمش؟ هيبقى فيه سيلوليت؟ لا طبعا، هو بيشد الجلد ويضيع سيلوليت، فانا خليت فيه فيرمنج للجسم متناسق. تبقي مثلا في ناس تقول لك انا تخينه من فوق ورفيعه من تحت او العكس، فده بيبقى شيء شويه يعني مقرقهم صح. طب احنا بقى قبل ما نكمل عايزين نقول عن الاوفر الرهيب اللي انتوا عاملينه. الاوفر ده بقى حاجه خطيره كده. احنا عندنا النهارده اوفر ان شاء الله، اللي هيتصل بينا او هيجي لنا على الميك اوفر
في 20% خصم على السيرفيس اللي عندنا، ان كان ليزر ازاله شعر، ان كان هايفو، ان كان مثلا اوندا، اي حاجه، جهاز الفيفاتشي بتاع النضاره واللي بيشيل يعني مثلا في حد عارفه لما يبقى في حبوب، في اثار حبوب، حد لعب بقت دارك سبوتس يعني عمل لون بني، الكرمشه، الحاجات دي كلها ده بيوديها تماما، بينهيها. بلس طبعا النضاره والشد، لان هو في ويف اسمها الار اف اللي هي الراديو فريكوانسي، دي بتعمل ايه؟ بتشد لك البشره، الفاين لاينز اللي موجوده دي بتروح. في حاجات كتير جدا بيعملها الفيفاتشي، طبعا هنتكلم عليها بعد كده، بس احنا يعني انا على قد ما بقدر بقول كل السيرفيس اللي عندنا في ميك اوفر. يا ريت، انا يعني انا يهمني طبعا، انا في حاجات انا شخصيا انا شفت طبعا الاجهزه كلها الحقيقة كلها، ايوه حاجه فعلا فظيعه، وانا شخصيا هجرب حاجات ان شاء طبعا الله. لازم تنوري أجرب. اكيد تنوري. انا مع الوقت الميك اب والاضاءه يوميا الشعر بيتعمل يوميا، الميك اب لازم، ما فيش راحه خالص، بتخلي اجهاد اجهاد بالزبط. وبتخلي فعلا البشره بتتغير مع الوقت حقيقي صح. فهل ده برضو حاجه؟ ده الفيفاتشي مسؤول عنه، ان بيرجع لك التون بتاع بشرتك نفس اللون، ما تلاقيش اماكن غامقه، مثلا تلاقي في بنات عندها المكان ده غامق، مثلا اللي عارفه لما بيلبسوا الايشارب الحته دي غامقه الحته دي فاتحه، لا احنا بنهتم بيها، ان احنا بنحط لها فيتامين سي، هيالورونيك اسيد، بيعيد نضاره البشره، الكولاجين بيبدا يتحفز، يبدا يطلع الاثار. عارفه مثلا لما يكون حد، هنرجع شويه للناس القديمه اللي كان عندها جديري، عارفه الجديري ده بيعمل ايه؟ ايوه بيسيب حفر. حفر، الحفر دي ما بتديش ثقه في النفس ابدا، صح. تبقي عايزه تعملي فلترز تداري كل الحاجات دي، لا انا مش عايزه فلتر، عايزاكي واثقه في نفسك، عايزاكي تطلعي يعني في يعني وانت بتتصوري، مش عايزه كلام، عايزه واحده تروح شغلها مبسوطه طبعا، فا نازله جامعتها مبسوطه طبعا. السكارز دي بتضايق جدا بالظبط، بتدي سن اكبر الحبوب كمان بتضايق جدا بالظبط، يعني فعلا في ناس كتير بتتكسف تنزل او تحط ميك او ولا حاجه بتجيب نتيجه لان الحبوب بتبقى كبيره جدا عندها. وعارفه لما بيحطوا ميك اب بتبان، يعني الميك اب بيبين كمان الديفوهات اللي في الجلد. ده برضو ليكو عندكم في علاج أكيد. للحبوب اكيد طبعا كل حاجه حبوب الشباب، يعني عياده جلديه بلس تجميل، احنا الاثنين مع بعض فيها طبعا قسم يعني التخسيس او الحاجات الاوندا والكلام ده، النحت والحاجات دي كلها، وزراعه الشعر زي ما اتكلمنا قبل كده. حلو قوي. العرض اللي هو 20% ده النهارده صح؟ النهارده يعني اللي هيتكلم النهارده بالزبط. هياخد 20% على اي سيرفيس في العيد. بالظبط بالظبط كده، ده حاجه حلوه جدا. طبعا جدا. الرقم اكيد موجود عندكم على الشاشه بحيث انكم تقدروا تقروه وتتصلوا للي حابب انه يشترك النهارده يكلم العياده ويشوف السيرفيس اللي محتاجه بمعنى اصح، ان شاء الله تاخدوا عليه 20%. ان شاء الله. طيب حابه تضيفي اي معلومه زياده عن العياده، تقولي اي جهاز؟ انا هتكلم عن الهايفو. قولي. بالنسبه للهايفو، احنا ناس بتجي لنا كتير جدا، طبعا احنا متفقين الناس بتخس وبتتخن، في ناس متقدمه في العمر، مش شرط بس متقدمين في العمر اللي بيحسوا بالتهدل بتاع الوجه. وبرده مش هتكلم عن الوجه بس، لا، في الدراعات، في اماكن معينه نقدر نتحكم فيها بجهاز اسمه ايه؟ اسمه الهايفو. هايفو ده الترا ساوند مكثف، بيدخل ديبلي قوي في اعماق الجلد، النسيج بتاع الجلد. ده عباره عن ايه؟ عن ويفز. انت واحنا بنشتغل لك بتلاقي ويفز تعمل كده، مفيش اولا الم خالص خالص، احنا متفقين احنا مش عايزين نحس بالم. هو جهاز في العياده مفيش الم، ما بنحطش بنج، ما بنعملش اي حاجه خالص تخليكي تخافي. طيب ده بيعمل ايه؟ المشكله اللي بتخلي الناس كلها تبص في المرايه، الحته دي عندي واقعه، دي حته قاتله بالنسبه للناس، اجي اتصور اجي ابص لنفسي، لا دي واقعه، انا كبرت. علامات الجمال ايه؟ ان انت عظمه الفك دي عندك تبقى واضحه زي نفرتيتي كده، حتى اسمها نفرتيتي شيب الحته دي. طيب افصل لك ازاي ده عن ده؟ ان انا الهايفو ده هو موجات بتخش على العضلات، بيحصل ايه؟ ان انا بشد، طبعا العضلات بتتشد، الجلد من جوه النسيج الداخلي بيطلع حراره، الجهاز بيطلع حراره بحيث ان هو يكسر الكولاجين القديم ويطلع كولاجين جديد. تمام. طيب لما يطلع كولاجين جديد هيحصل ايه؟ تلاقي وشك بدا يتدور. عارفه التدويره الطبيعيه اللي هو انا، لا انا حلوه، انا في حاجه حلوه بس الناس مش عارفه انا عامله ايه. تمام. بس بقى تجاعيد. طب انا مليت لك وشك زي السفنجه، اللي عارفه السفنجه الناشفه لو بليتيها تبدا واحده واحده وتتفرد، تاخد حيويه تاني وترد بالظبط كده. طيب ابدا بقى في ايه؟ مش ده بس، مش اللغد بس الحته دي، لا احنا هنتكلم كمان على حوالين العين. حوالين العين ده بيأثر جدا في يعني تباني كبيره ولا صغيره، ما تعرفيش دي سنها عامل ازاي،
ده طبعا في بيس معينه بتتعمل لتحت العين بس، ان الحته دي حساسه جدا. احنا بندخل 4 مللي للجلد جوه، نسيج الداخلي، ليه؟ بنرمم الوجه من جوه، ترميم داخلي. طيب بنطلع بعد كده 3.5 مللي للجلد، فاحنا بناخد طبقه ثانيه. طيب بعد كده احنا عاملين ايه تاني؟ ب1.5، ده 1.5 دي احنا بنتكلم على الجهاز، هو هاند كده بيتركب فيه حاجه بحيث ان هو يدخل لي الويفز على الثلاث طبقات بتاعه البشره. تمام. فانا طلعت لك الكولاجين من جوه وحسنت لك التون بتاع بشرتك، يعني انت تلاقي جلدك مشدود بيلمع نقي، مش اللي هو مثلا لا ده انا فردت شويه وخلاص الحته دي هترجع تتهدل. طب هتكلم على البنات الصغيرين، بنات صغيرين الفيشل اكسبريشن، ده اللي انا كنت عايزه اسالك عليه بقى. انت بتاخدي او بتعالجي من سن كام؟ يعني هل بس سن معين كبير ولا لا بتاخدي من سن صغير تعالجي؟ هقول لك، هي الفكره البنت دي جالها امتى؟ تجاعيد. احنا معانا صور صح؟ طب احنا نشوف الصور وبعدين ممكن ان احنا نكمل الموضوع. مفيش ميه. تمام. يلا طيب بي. احنا بنتكلم هنا على السيلوليت، ده للاوندا. طب احنا شايفين في منطقه البطن السيلوليت عامله ازاي؟ احنا دايما بنتكلم ان دي شكل البرتقانه، عارفه جلد البرتقان بيبقى عامل ازاي؟ أيوة. لا احنا شايفين الصوره بقى اللي بعد دي بتبقى عامله زي جلد التفاح. فبتتشد، الفراغات اللي شايفينها دي بتتملي. طب معلش نرجع تاني للاولانيه علشان بس يبقى واحده واحده. ايوه. ده بالنسبه للاوندا. ان الفراغات دي بتتملي، ما تبقاش الحتت البيضة الباينه قوي دي. اظن كل واحده حملت ولدت عندها دي بالظبط. دي اكتر حاجه بتقابلنا. انا بطني خلاص الحاجات دي اتفتحت، الجلد اتفتح، فطبعا احنا عايزين لا بيحصل ايه؟ ان الحراره اللي بندخلها والويفز اللي بندخلها بنرجع نبني تاني من جوه الجلد، انه يطلع كولاجين ويملي لك التشققات او يعني الحاجات الفارغه من جوه دي، بحيث انها ترجع تتملي تاني وتتشد. بالظبط. تمام، حلو قوي. اللي بعده بقى. طيب ده الدقن، شايفه قبل وبعد؟ بالظبط كده، قبل وبعد. احنا شايفين دلوقتي في الرقبه ان هي بدات تنزل ترهرت، ده من الجاذبيه الارضيه ومن السن. طب هيتعمل ازاي؟ زي ما قلنا ان احنا الهايفو بيدخل على النسيج الداخلي والعضلات، ان هو بيشد ويحفز الكولاجين انه ينتج كولاجين جديد، فتلاقيه شدت بالشكل الطبيعي والجو لاين بين العظمه بتاعه الفك. ده بياخد وقت قد ايه ده؟ لا ده ما بياخدش، ده هي سيشن، انت بتدخلي عندنا سيشن ما بتاخدش مثلا ساعه، ساعه الا ربع. على حسب برضه تقييمك. بيخرج كده؟ بتخرجي كده وخلال 3 شهور انت بتخرجي كده من عندنا. تمام. خلال 3 شهور عندك بقى تبداي تشوفي جمال الكولاجين بقى، وهو بيظبط وشك لما بقى. لا انت بتكملي مع بعض وبتقعدي بقى فتره. يعني تقعدي فتره قد ايه؟ مثلا تقعدي سنه ونص، سنتين، على حسب انت برضو استعمالاتك ايه، بتعملي ايه في وشك، فاهمه؟ بتنزلي في الشمس، بتحطيش سان بلوك، لان الشمس طبعا والحراره بتكسر الكولاجين طبعا، او كلنا عارفين الموضوع. فعلى حسب للاسف. لا إيه؟ مش كتير عارفين ان الشمس بتدمر الوش. لا بتدمر التصبغات وكل حاجه. بالظبط بالظبط، كائن حي طبيعي يعني. نكمل. طيب احنا برضو هنتكلم هنا على حوالين العين، ده بالنسبه للهايفو. شايفه حوالين العين الخطوط اللي حوالين الكراوس فيت دي بتدي سن كبير جدا دلوقتي. لا احنا شايفين في قبل وبعد. بعد طبعا انت شايفه مفيش خطوط. بالنسبه برضو النيزوليبيال فولد اللي هي الاماكن اللي حوالين البق، بيبقى فيه خطين جنب البق كده، دول بيدوا سن كبير قوي، وبيدوا ان المظهر، عارفه ما تحسي حد انت ليه مش مبسوط؟ انت ليه زعلان؟ انت مكشر ليه؟ في هنا حاجتين كده، خطين. الخطين بيحصل ايه بقى بالهايفو؟ ان انا لما باجي ممكن نشوف بس لو في صوره بعدها. الصوره اللي بعدها. طيب اهو انا مثلا دلوقتي بيحصل ايه؟ ان انا طبيعي الجاذبيه الارضيه بتشد كل حاجه لتحت. طيب انا بشتغل عكس الجاذبيه الارضيه، برفع بالهايفو ده لفوق. طب لما ارفع لفوق بالويفز بالحراره بكل ده، يبدا يشد لك الوش بحيث ان عندك خدودك تترفع. لما ارفع لك الحته دي واشد لك من هنا، تلاقي الخطين دول اختفوا. تمام. يعني انتوا بتشتغلوا على عكس الجاذبيه الارضيه بالضبط لفوق، فبالتالي بتشدوا كل حاجه لفوق تاني. انا شايفه كمان عندها هنا الميزوليبيال فولد. سوري، انت قصدك على اللغد. ايوه بالظبط. ما هو اللغد احنا متفقين عليه ان هو يعني عالمي فيه. يعني اللغد ده هو رقم واحد بيجي لنا الناس حوالين عيني، واللغد والقوره. القوره برضو هنتكلم فيها. تمام. طيب فاللغد ده احنا اتفقنا ان هو بيشتغل عليه ان احنا بنشد عضلات الرقبه، بحيث ان ده كله يبان، الفك ده يبان ان انت تبني سمارت قوي وصغننه ووشك صغنن، بدل ما تبقي كلك حته واحده. فهي دي التقنيه اللي بتخلينا. دي طبعا كانوا زمان بتعمل ازاي؟ بالجراحه. بس انت جراحه بقى عندك ايه؟ تقعدي بعدها ما تنزلي شغلك،
بتقعدي بعدها مثلا في الام، في علامات، في ايا كان. فلا ده احنا عندي بتعمليه وبتنزلي تروحي شغلك تاني يوم. تاني يوم ايه؟ في نفس اليوم. ليه بقى؟ انا ما عنديش اي حاجه طب خلينا بتحصل نكمل، استني للسطح. معانا بس افتكري كويس. اكيد. ها لا عشان معانا تليفون، معانا مريم. اهلا اهلا. جدا جدا، وكان نفسي اكلمك من زمان. حبيبتي اهلا بيكي. اهلا بيكي، انت عامله ايه وحشتينا. الحمد لله، الله يخليكي حبيبتي. انا بتابع حضرتك من زمان قوي، وخسيت كتير على ال7 خطوات بتاعتك. طب خسيت هاي يمكن 15 كيلو في 5 شهور كده. حلو جدا ما شاء الله. كانت بس عندي مشكلة صغيرة كنت حابة بس أقولها لدكتورة إيمي. اتفضلي. اتفضلي. إزاي حضرتك يا دكتور؟ أهلا بيك حبيبتي، أهلا بيك. أنا بس عندي 28 سنة، وبعد ما خسيت على 7 خطوات لسه عندي مشكلة في إن أنا عندي لسه دهون موجودة في الجناب والأرداف، بس تمام. أنا بخاف جدا من الجراحة. تمام. لا انت يعني فانا كنت عايزه اي مشكله، يعني اي حل غير موضوع الجراحه ده، لان انا بخاف منه قوي. تمام، فهمتك. لا احنا هنرجع نتكلم تاني، هشرح لك تاني عن الجهاز الاوندا اللي عندنا، اللي هو عباره عن ويفز. هو حاجه في العياده مفيش منها اي خوف ولا جراحه، وكمان انت خصوصا سنك صغير واوريدي خسيتي، فانت هيبقى عندك حاجات موضعيه زي ما اتفقنا، اللي هو يعني ارداف، جناب، ظهر، الكلام، الدراعات، يعني الدراعين. طيب ده عباره عن ايه الجهاز بتاعنا؟ ان هو بيطلع ويفز بتدخل على المنطقه اللي احنا عايزينها تكسر الدهون، بلس ان انا اشد لك الجلد وما يبقاش فيه سيلوليت. ما مثلا ما ادوبش دهون واسيبك خلاص بقى عيشي انت مع سيلوليت بقى وتضايقي ونفسيتك تتعب. لا، ما انا مش عايزه اخس وابوظ من الناحيه الثانيه. تقدري تلبسي براحتك، تقدري تصيفي، تقدري اللي انت عايزاه. في ناس بتقول لي انا مش عارفه البس من دراعي. بس كمان ان في حاجه بقى، احنا اتكلمنا عن الهايفو في الوجه والجبهه والعينين والحاجات دي. لا ده انا كمان الهايفو بيدخل معايا في ايه؟ بيدخل معايا في الحالات دي. مثلا انا جالي حاله، طبعا هي ممكن تكون انا مش شايفاها، لما تجيلي انا هشوفها هي عامله ازاي. طيب شفتها، لقيتها مثلا دراعها شويه متهدل اكتر، مثلا هنساعد بايه؟ هنساعد بالهايفو. ممكن اه ممكن لا. الهايفو بيعمل ايه؟ بيشد. احنا متفقين الهايفو بس مش للوجه. لا ده لكل حاجه في الجسم، للبادي عموما. فعندك بطن بتدوب الدهون برده بنفس الكلام وبتشد، الدراعات نفس الكلام. فانا بستعمل ده وده مع بعض بس في الحالات اللي هي ممكن تبقى شويه عارفه مش مثلا في كام كيلو خسته، 20 30، لا في ناس اوزان تقيله قوي. أيوه. فلازم تدخل بحاجتين. وهرجع اقول هما مش جراحي، يعني حاجه مش جراحيه، فانا دلوقتي اكسب. فاهمه قصدي؟ طب انا عندي سؤال، هو ده السؤال اللي كنت عايز اساله. هل بتفرق في الاوزان؟ يعني ممكن مثلا وزن كبير قوي ما يفرقش معاه الشد دوت زي الوزن الاقل مثلا؟ انا لازم اشوف، لازم تشوف، لازم اشوف بعيني. اعرف ده عامل ازاي. ما ممكن حد يجي لي واقع خالص، يعني دراع واقع خالص، لازم اشوف انا تحت عيني فيه دهون، الكولاجين بتاعه عامل ايه، لازم اشوف على الطبيعه. ما طيب اقدرش اقول كده. السؤال التاني، هل لما الواحد بينزل على الجهاز دوت في الاماكن المعينه ديت اللي هي بتبقى املى شويه والواحد مش عارف يخس بيها عن طريق الرجيم، تمام، هل الواحد لو زاد وزنا بيرجع يزيد فيها تاني ولا لا؟ هي الفكره كلها ان انا بدوب لك الدهون دي بس. برضو احنا كده لازم يعني نهتم بصحتنا، ومش عايزين نتخن ونخس. ليه بقى؟ الستريتش ماركس، السيلوليت، الحاجات دي كلها احنا عايزين نحافظ على صحتنا. فانا لو بتكلمي في كام كيلو، لا مفيش مشكله، لو رجعت تاني للوزن الطبيعي شيء طبيعي انه يرجع. حتى على فكره في شفط الدهون بجد، بالظبط شفط الدهون نفسه هتروح فين؟ الواحد يرجع تاني لو هو ما بيرجعش بالصوره زي الاول، بس صح. بيرجع يتخن فيها تاني. بالظبط، اصل الدهون هتروح فين؟ ما لازم هتتوزع على الجسم كله. ده شيء منطقي، لو قلت غير كده ابقى انا بكذب. ايوه لا صح. طيب احنا معانا تليفون، فاطمه. الو. اهلا اهلا. السلام عليكم، ازاي حضرتك يا شيف؟ عليكم السلام، اهلا بيك يا حبيبتي. ازاي حضرتك؟ انا بجد بحبك جدا جدا جدا، وكان نفسي اكلمك من زمان قوي حبيبتي. ليا الشرف. يعتبر يا حبيبتي ربنا يخليكي. انا كنت مشيت على 7 خطوات اللي قدمت فيها، بجد بشكرك جدا، ربنا يكرمك، لان انا يعتبر نزلت 12 كيلو في 4 شهور بس. طب ما شاء الله، حلو جدا. فانا بشكرك جدا وربنا يكرمك بجد على الحاجه اللي بتقدميها لنا، بتساعدنا كتير جدا. انا بس كان ليا سؤال للدكتور. انا هتجوز ان شاء الله في شهر 10 الجاي. الف مبروك. الله يبارك فيكي، ربنا يخليكي. فكنت بسال على جلسات الهرموبل،
هل في فترة معينة بعملها قبل فترة الجواز مثلا، وهل في ألم بيحصل أثناء الجلسة ولا الدنيا بتبقى تمام؟ لأن أنا خايفة الموضوع ده تمام. جدا. لا 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 ما تخافيش خالص، سؤال بهاي اللي انت كويس انك اتكلمتي في الموضوع ده. لا لا الموضوع ده عندنا ما فيش فيه بين تماما. هي بتتكلم الفتره قد ايه، او احنا بنقول لها طبعا الف مبروك وربنا يتمم بخير. طيب هتكلم كتير قبل الجواز بيبقوا عايزين يعملوا بالزبط. موضوع الهير ريموفل اللي هو ازاله الشعر مهم جدا جدا جدا. يعني ما اقولكيش احنا يمكن يعني دي الحاجه دلوقتي اللي هي مكتسحه، الطرق القديمه دي خلاص ننسيها خلاص. الطرق القديمه انا يعني فاكره كويس، هو انا الحقيقه ما عملتهاش قبل كده خوفا من اللي قريته في الورقه. يعني انا فاكره جات لي ورقه كده اللي هو بقى ريستريكشنز معينه، ممكن يبقى في اصابه حرق، ممكن يبقى في فجاه بقع سودة، ممكن يبقى في مش عارفه ايه، وتحمل بقى وايه وامضي على الموافقه. انت بتتكلمي يا نهار ابيض، انت بتتكلمي كده على حاجات مالناش دعوه بيها. لا احنا مالناش دعوه خالص، احنا حتتنا كلها امان، ما فيش حاجه. ما ده اللي انا عايزه بقى اسمعه منك ونتاكد. هقول لك ليه. احنا اولا طبعا احنا عارفين ان ده حراره بتطلع، بس هي ما بتحسش بالحراره مبدئيا. هيطمن الناس كلها من حته الحروق والكلام الفاضي ده، هو بيحصل بس ما بيحصلش عندنا، ما بيحصلش للناس اللي مظبطه الجهاز بتاعها كويس، اللي عارفه التون بتاع الجلد، السمره غير الشقره غير النص نص غير الالوان. يعني في الناس الاجانب دول ليهم درجه معينه بنشتغل عليها، والناس بتوعنا احنا اللي هو طبيعي بتاعنا لوني ولونك ليهم على حسب كمان ايه الشعرايه، رفيعه ولا تخينه، سودة ولا فاتحه. فده بيبقى عيب ناس مش فاهمين شويه في الجهاز. بلس كمان مش اي جهاز، احنا عندنا حاجه قويه جدا دكه، ده مش اي جهاز، ده حاجه عالميه. طيب انا بتكلم عن ايه؟ اولا كل الحاجات دي FDA approved تمام، فدي امان تمام. طيب انا دلوقتي هتكلم عن الحته بقى بتاعت انا احس بوجع ولا لا. لا مش هتحسي بوجع خالص. ليه بقى؟ انا عندي جهاز تبريد خطير، تكوني بتعملي سيشن انت كل اللي انت حاسه بيه هواء ساقع ماشي على جسمك بس، مش حاسه باي حاجه خالص. والمده اللي يعني احنا مثلا بنعمل فول بادي، كانت بتسالني على الوقت قد ايه، الفول بادي عندي انا ساعه ساعه وربع لو هي بتتدلع. ده ولا حاجه فول بادي. انت متخيله فول بادي يعني الجسم كامل في ساعه؟ في ساعه بس، وهي روحي اتجوزي تاني يوم ما عنديش مشكله معاكي خالص. طيب هل كله بيروح من اول سيشن ولا محتاج كذا سيشن؟ لا هو طبعا المعروف في الطبيعي ان هو من 6 ل 8 جلسات حسب ما اشوف. في ناس في طبعا ناس بتبقى محتاجه اكتر بالظبط، على حسب انا غيرك غير اي حد. ففي ناس لا بتجيلنا مثلا البنات عندهم دقن شويه هنا المنطقه دي، الشعر بتاعهم كثيف شويه، ده عشان يا بيبقى وراثه يا اما بالظبط تخين الكلام ده كله. طيب بيبقى بسبب ايه؟ يا وراثه يا اما مثلا هرمونال مش متظبطين قوي، فكل ده بنعالجه. تمام هايل جدا. طيب احنا هنروح لفاصل وهنرجع نكمل مع بعض ان شاء الله. لو عندكم اي اسئله هنستناكم، وزي ما قلنا في عرض حلو جدا النهارده، يعني للي حابب انه يشترك يتكلم وياخد العرض ده النهارده، وان شاء الله اللي اتصلوا كمان لازم يكونوا معايا ان شاء الله ويكونوا معايا في الحلقه. اي حد خس لازم يكون ان شاء الله معايا في الحلقه ويخش في المسابقه دي ان شاء الله. هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع بعض. اهلا بيكم معايا من الفاصل، ولسه مكملين مع الدكتوره ان القمحاوي. اهلا بيكي يا حبيبتي، وعايزين نراجع مع بعض بسرعه الخبر الحلو اللي يعني يمكن اللي قبل الفاصل ما كانش لحق يسمعه واقوله دلوقتي، وهو الناس اللي خست على السبع خطوات. انتوا عارفين بقالي سنين اسبوعيا معايا ناس خست على السبع خطوات ويجوا يحكوا قصتهم وكل حاجه، وكان بيبقى نفسي يعني اديهم شكر حاجه بقى اكبر من كده. فان شاء الله اللي خس وكانوا معايا في البرنامج او هيجوا معايا بمعنى اصح في الفتره اللي جايه، كل شهر هنختار حد منهم هيروح لميك اوفر مركز تجميل في احدث الاجهزه. زي ما انتم سامعين من قبل الفاصل مع دكتوره ان شرحت الاجهزه، ولسه هنكمل نشرح احدث الاجهزه بدون جراحات ولا عمليات خالص، كله خارجي. الواحده اللي هتكسب كل شهر دي ان شاء الله يعني هتبقى يعني قمر هي طبعا اساسا قمر، لكن هتبقى لو عندها اي مشاكل معينه سواء في الجلد سواء في الشعر سواء يعني في مشاكل كتير بتضايقنا دايما، فان شاء الله هتتحول من الى وباثبات، وهنشوف الصور قبل وبعد ان شاء الله.
طيب احنا كنا عايزين نتكلم بقى مع بعض عن البورز الواسعه المسام او الواسعة. المسام الواسعه بالظبط. تمام. المسام الواسعه دي يعني احنا بيجي لنا البنات كل يوم انا المسام عندي واسعه، بحط فاونديشن بيبان بيكسر، عارفه الفاونديشن بيقولك بيكسر او البشره بتشربه فبيبقى شكلها لا مش حلو. طيب دي علاجها ايه؟ علاجها بجهاز اسمه فيفاتشي. فيفاتشي بس مش عشان المسام الواسعه طبعا، لا ده بيعالج كذا حاجه منها المسام الواسعه. طيب بيحصل ايه يعني؟ ايه فيفاتشي ده؟ ده جهاز طبعا احنا متفقين كله في العياده مفيش الم مفيش اي حاجه. طيب ده عباره عن مايكرو نيدلينج، ده دبابيس صغنونه جدا رفيعه قوي قوي بتدخل عارفه تخربش الجلد بمليز معينه، يعني مثلا 3 ملي 2 حاجات صغنونه قوي مش باينه لك انت لكن الجلد حاسس بيها. حاجه مش زي الديرمو بان؟ لا مش الديرما بان، يعني ديرما رولا والديرما بان الديرما بان مش مشكله يعني تقريبا لا لا دي تقنيه ودي تقنيه هم شبه بعض، لكن الفيفاتشي ده حاجه تانية خالص لانه مش على قد كده بس، مش دبابيس بتطلع او سنون بتطلع تخربش الوش، لا لا انا هدخل معاكي بقى في حاجه اعمق شويه. عباره عن ايه؟ هو جهاز انت عندك تاب او يعني راس كده فيها سنون بتطلع تخربش لك الوجه حته حته، بنمشي طبعا ايه على خطوط معينه. طيب انا لما بعمل الحركه دي بس كده يعني امشي دبابيس كده بس؟ لا طبعا. طيب بيطلع معاها ايه؟ بيطلع معاها ضوء كده، ضوء ده ار اف، هو مش ضوء طبعا، احنا اللي فاهمين ار اف يعني ايه. ار اف يعني راديو فريكوانسي. راديو فريكوانسي يعني بيعمل لك ايه؟ بيشد الجلد، بيدخل حراره جوه، الحراره دي انت مش حاساها الطبيعي بتاعك، لا هو بيدخل حراره لديب قوي في النسيج الجلد عشان ايه؟ عشان يزود لك كولاجين. تمام. زودت الكولاجين يبقى هعمل ايه؟ زي ما قلنا في الهايفو اي حاجه بتزود الكولاجين تلاقي وشك اتفرد اتملى، التجاعيد الكراوس فيت اللي هنا التجاعيد عموما تلاقي لا وشك خلاص بقى فيه حيويه ونضاره مش طبيعيه. والبورز نفسها ما هي بقى بيحصل ايه؟ احنا كنا بنتكلم على اللي جوه، تعالي بقى على الطبقه الخارجيه. طب احنا معانا تليفون ناخده؟ اتفضلي. معانا نيفين. الو. اهلا اهلا، ازي حضرتك يا شيفالي؟ اهلا بحضرتك يا حبيبتي. اهلا بيكي، انا بحبك جدا جدا ومتابعه جيده جدا جدا من البرنامج بتاعك. انا بشكرك على اللي انت بتقدميه لنا. شكرا يا حبيبه قلبي، اهلا بيكي. تسمحي لي انا عايزه اسال الدكتور. اتفضلي. طبعا. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، اتفضلي. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. من فضلك انا عندي 48 سنه بس عندي لغد، منطقه اللغد دي وبدات عندي منها بقالي فتره وشكلها وحش جدا في وشي. تمام. فانا عايزه حل، انا مش عايزه اعمل مثلا عمليات وخيوط والشد والحاجات دي، فهل في حل تاني بدل الحاجات دي؟ في حل طبعا اكيد. هنرجع تاني للهايفو، هنرجع تاني، هنسيب الفاتش على جنب وهنرجع للهايفو. الهايفو احنا اتكلمنا ان هو حاجه بسيطه جدا، جهاز صغير جدا ما فيش فيه اي حاجه، بيطلع ويفز بتعمل ايه؟ بتشد الرقبه من خلال ان انا بشد لك العضلات والنسيج الداخلي بيكون كولاجين فبيفرد ويشد. اولا بيبين لك طبعا الحته دي اللي هي عظمه الفك، فبتفصل بين عظمه الفك والرقبه. بس كمان انت عارفه احنا بيبان سننا من ايه؟ يعني ممكن تكون واحده مظبطه وشها كويس قوي لكن الرقبه طبعا هي الرقبه، حتى تلاقي ناس ساتر وتسكارف كباري. أيوة. لا مفيش الكلام ده، انسي الرقبه فعلا هي من اكتر الحاجات اللي بتفضح العم. ايوه فعلا يعني ما بنقولش عليه ميك اب ايه ومش ببين حاجه، بس هي الرقبه فعلا بتفضح. طب انا بقى الرقبه واللغد دي اكتر حاجه بتبين السن. طيب اعمل فيها ايه؟ ان انا بمشي عكس الاتجاه زي ما اتفقنا، اتجاه الجاذبيه الارضيه. مش شرط تكون على فكره كبيره، بنات صغيرين جاذبيه الارضيه عادي، واحده خست وتخنت وخست وتخنت وشها وقع فما فيش مشكله. بنعمل ايه؟ ان بمشي عكس الاتجاه، بفوكس قوي على الحتت دي بحيث ان انا اعمل كونتورنج شايفه دي لما تبقى باينه عندك بتبني مسمسمه بتبني كده عارفه. طيب والرقبه لما اشدها لك بشد من ناحيتين كده حاجه طبعا انا بايدي بمشي بشكل معين عكس الجاذبيه زي ما احنا اتفقنا. ايوه. عضلاتك تتشد، الجلد بيتشد من جوه، بتعملي اكسجين سوري كولاجين، فتلاقي ان انت يعني خلاص انت كله فرد كله شد. انا عايزه اقول لك انك مثال فعلا لكل الاجهزه دي. ربنا يخليك. لانك لو انت عندك تجاعيد او مليانه او عندك لغد او كده انا كنت قلت عليكي لا لا في حاجه غلط.
لكن ما شاء الله. ما هي دي مشكله، تلاقي دكاتره التغذيه كتير جدا لكن هم شخصيا تخان عندهم. لا ما طب ازاي؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش. فما شاء الله تلاقي رقبتها وحته كل حاجه ما شاء الله مظبوطه جدا، فهي مثال لان الجهازه دي ممتازه. احلى، ميرسي ميرسي يا حبيبتي. كل جدوى معانا تليفون. معانا هبه. هبه الو. اهلا اهلا، ازاي حضرتك يا سيف؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، اهلا بيكي. كل سنه وحضرتك طيبه. وانتي طيبه يا رب، اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيكي. اهلا اهلا بحضرتك. انا كان عندي سؤالين، سؤال لحضرتك يا سيف وسؤال للدكتور. اتفضلي. انا لسه والده من 3 شهور، وعندي في منطقه البطن ترهلات مكان الولاده. تمام. فلو كنت عايزه حل الموضوع ده بس يكون بشكل امن. تمام. ده سؤالك لدكتور ان ولا ليا انا كتغذيه؟ لا للدكتور. تمام تمام، نروح بقى لسؤالي. تمام. سؤال حضرتك، انا لو كنت ينفع اقدر امشي على نظام السبع خطوات وانا لسه بردها ولا هيبقى فيها مشكله؟ حاضر هجاوبك حالا، شكرا. بصي، لو انت في، انا هرد بس بسرعه عشان التغذيه قبل اي عمليه بعد كده. تمام. الست شهور الاولانيين بعد الولاده البطن بتبقى لسه ما رجعتش لمكانها الاساسي، فانت لازم تستني اول 6 شهور لتسع شهور بالمعنى الاصح ان بطنك ترجع، تديها فرصتها انها ترجع لمكانها الاساسي. ينفع جدا انك تعملي 7 خطوات، وشرايح الخبز وخصوصا بتاعه النهارده دي خطيره، اللي بتساعد جدا على الادرار، ادرار اللبن، فبجد هايله، احسن من اي حاجه ممكن تاخديها تانية مع شرب الميه، ممتازه، هتخلي عندك اللبن ممتاز، وده بيساعد جدا على الحرق. ينفع جدا تعملي 7 خطوات، مفيش اي مشكله، لان هي فيها شرايح الخبز مشبعه مع شرب الميه، وتستني من 6 شهور لتسع شهور عشان ترجعي تاني. طيب لو بعد كده نروح بقى للدكتوره ايه؟ منطقتي بقى، اتفضلي. دي حتتي. ايوه بالظبط. اتفضلي بقى. هنخش برضو بجهاز الاوندا. جهاز الاوندا بيعمل ايه؟ بيفتت الدهون اللي في منطقه البطن او في اي منطقه فيها سمنه موضعيه. تمام. تمام. طيب هي دلوقتي طبعا الجلد بقى ستريتش وكبر عشان هي ما شاء الله حامل. طيب هتولد زي ما احنا قلنا ان هنستنى شويه، يعني مش هتستنى عندي، هي هتستنى عموما على نفسها. صح. اوكي، لكن هي هتجيلي. عايز استنى اوكي، بس هتجيلي برده في الاخر. ليه؟ لان انت بترجعي بس برده بيبدا في فاتس في الحته دي، في سيلوليت، في ستريتش ماركس، عارفه التفتحات بتاعه الجلد. ايوه دي عندي اللي احنا شفناها في الاول. بالظبط كده، شفناها اول صوره. بالظبط. طيب هعمل ايه؟ هعمل اوندا، هرجع تاني ادوب الدهون، اشد الجلد، السيلوليت يروح والستريتش ماركس يروح. طيب سؤال اخير قبل ما نختم. اتفضلي. وسريعا برضو حابه انوه للناس ما سمعتش، ان اللي حابب يعني اي جهاز محتاج انه يعمل اي حاجه في وشه وفي جسمه، في النهارده 20% تخفيض، النهارده 20% تخفيض لاي حد هيحجز او يتصل في العياده ميك اوفر انه يعمل اي حاجه معينه 20%. طيب كنت عايزه ارجع، كنا بنتكلم على نقطه البوتكس والفال. البطن والدهون. اوكي، لو تانية. لو احنا دلوقتي خست ورجعت وكل حاجه وعندها الحتت المفتحه وانت رجعتيها، لكن عندها دهون، مش دهون، عندها جلد مرهرط زياده، يعني بيبقى في اوقات جلد بيتشد كده، بيشدوه بايديهم كده حاجه طويله جدا. سؤال بقى، هل الجهاز يقدر فعلا يعمل ده ولا ساعتها لا لازم عمليه جراحيه؟ لا، الجلد اللي بتقولي عليه ده حد كان تخين جدا ونزل في وقت معين، يعني بسرعه، نزل بسرعه قوي فرهرت، يعني احنا بنقولها كده، يعني عارفه ترهلات رهيبه. فانا برضو لازم اشوفه، لازم اشوفه حدي. عندي بس انا عندي سيرفيس دي موجوده في ميك اوفر، بحيث ان انا يعني احنا بصي، احنا في ميك اوفر عايزين نعمل ايه؟ ميك اوفر. يعني اللي يخش عندنا حاجه يطلع حاجه ثانيه، يخش واثق من نفسه ومن كله، يعني الظاهر ومن جوه كمان. طيب فطبعا لا، انا مش يعني انا هتكلم سريعا عن الحته دي، ان هي لو انا شفت ان هو الجلد فعلا واقع زي ما بتقولي، لا دي بتخش في جراحات، بس برده موجوده في ميك اوفر. هي دي، بصي هي دي الصراحه الجميله بالزبط. اللي انا بحبها. يعني لا، او في حاجات فاهمه ينفع تخش جهاز لازم جراحه، فهي دي صراحه تحترم جدا جدا جدا. حضرتك عارفه ايه اللي بيعالج بالجهاز، واللي خلاص لا فعلا ما ينفعش بالجهاز بتقولي ساعتها ان هو ايه، لا ده لازم عمليه جراحيه لازاله ده. بالزبط. انا بشكرك جدا جدا النهارده، بجد نورتيني. ميرسي حبيبتي، واديتي امل ان في حاجات حلوه، وانا نفسي هجرب حاجات اكيد. تنورينا ان شاء الله، مع انك قمر مش محتاجه، بس نورينا طبعا. جلسات النضاره والشعر، اي حد حتى لو سن صغير
يجوا يعملوا الحاجات دي. أوه. يعني مش شرط ابقى عندي اجي اعمل فيلر وبوتوكس والحاجات دي، لا. اه يعني انا عارفه ان ده موجود عندكم، بس طبعًا. انا مثلا زي ما قلت في اول الحلقه، انا الميك اب الكتير بيسد المسام، فمع الاضاءه مع خلى عندي بورز فعلا كبيره، فانا محتاجه جدا ان انا اظبط ده ان شاء الله. اكيد تنورينا ان شاء الله. ميرسي قوي قوي، ميرسي ليكي، ميرسي لذوق. شكرا. بتمنى يا رب الحلقه النهارده تكون عجبتكم.